لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهكذا ودعنا عامًا هجريًا ونستقبل عامًا آخر، ودعنا عامًا بشهر حرام شهر ذي الحجة، ونستقبل عامًا بشهر حرام أيضًا وهو شهر الله المحرم. هذا الشهر الفضيل الذي اختصه الله عز وجل بإضافته إلى نفسه، فليس شهر من الشهور ينسب لفظًا إلى الله عز وجل إلا هذا الشهر الذي نعيش أيامه، شهر الله المحرم. فلا يقال شهر الله رجب ولا شهر الله رمضان، وإنما يقال فقط لهذا الشهر شهر الله المحرم، فاختص بإضافته إلى الله عز وجل. ولا يختص بمثل هذه الإضافة الشريفة إلا عظائم مخلوقات الله عز وجل، كقولنا للكعبة بيت الله وناقة الله، وكل البيوت بيوت الله عز وجل، وكل النوق هي لله تبارك وتعالى. ولكن هذه النسبة الشريفة تدل على نوع اختصاص، فهذا الشهر الذي نعيشه الآن هو شهر الله عز وجل، شهر الله المحرم، ولذلك فضلت فيه العبادة التي اختصها الله عز وجل لنفسه، وهي عبادة الصوم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام شهر بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان، يعني بعد الفريضة بعد المكتوبة، أفضل الصيام صيام شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نعيشه. أفضل التنفل بعبادة الصوم بعد فريضته في رمضان هي في هذا الشهر. فهنيئاً لمن أكثر الصيام في هذا الشهر الفضيل. عبادة الصيام عبادة فريدة لا مثل لها. قال أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مرني بعمل. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثل له ولا شبيه له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهنيئا للصائمين، ولا سيما في هذا الشهر الفضيل. الصيام يحول بين صاحبه وبين عذاب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. الصوم جنة يستجن، أي يحتمي بها العبد من عذاب الله عز وجل من النار. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. وقد اختص الله عز وجل من أبواب الجنة 8 بابا خاصا للصائمين، وسماه باسم يناسب أعمالهم. هؤلاء الذين أظمأوا أنفسهم لله
يدخلون من باب الريان، باب وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من دخل منه شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. الجزاء من جنس العمل، ولا يضيع الله عز وجل أجر المحسنين. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. باب الريان باب الصائمين، فهلم يا عبد الله إلى هذه العبادة في هذا الشهر الفضيل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان أو بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ويتأكد الصوم في هذا الشهر في اليوم العاشر منه، يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة ماضية. صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وددت أن الله غفر لي ذنبا واحدا وأني دعيت عبد الله بن روسة. وفي رواية أخرى: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني لا يعرف نسبي. يشتري هذا العبد الصالح مغفرة ذنب واحد بضياع نسبه، حتى ولو قيل له عبد الله بن روسة. ذنب واحد، ذنب واحد يغفره الله عز وجل لعبده أفضل له من نسبه الذي يفتخر به. فما بالكم بذنوب سنة كاملة؟ مغفرة الله عز وجل هي غاية المؤمن من وراء حياته. جلس عبد الله بن عمر مع عبد الله وعروة ومصعب أبناء الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، جلسوا في ظل الكعبة، فقال لهم عبد الله بن عمر: تمنوا، يعني ليذكر كل واحد منكم أمنيته. فقال عبد الله بن الزبير: أتمنى الخلافة. وقال مصعب بن الزبير: أتمنى إمرة العراق، وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عروة بن الزبير: أتمنى أن يحمل عني العلم. وسكت عبد الله بن عمر، فقيل له: تمنى؟ فقال: أتمنى المغفرة، أتمنى المغفرة. قال أبو الزناد راوي هذا الأثر: فنال كل ما تمناه. بالفعل صار عبد الله بن الزبير خليفة، وجمع مصعب بن الزبير بين فاطمة وعائشة وإمرة العراق، وحمل عن عروة بن الزبير العلم، فهو ثقة من رجال الكتب الستة. وأما عبد الله بن عمر فنرجو أن يكون نال ما تمنى، مغفرة الله عز وجل التي هي كرامة الله لعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالمسارعة والمسابقة إلى مغفرته، وليس بعد مغفرة الله عز وجل إلا جنته تبارك وتعالى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفات المتقين، ثم قال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نعم الأجر أن يغفر الله لعبده فيدخله جنته. ما نال عباد الله عز وجل جنته إلا بعفوه ومغفرته وفضله ورحمته. صيام يوم واحد يغفر به ذنوب سنة كاملة. معنى آخر في صيام يوم عاشوراء، وهو شكر الله عز وجل. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم فقالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى لماذا؟
شكرا لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أي المسلمين، نحن أولى بموسى منكم. فصام يوم عاشوراء وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. يصوم العبد شكرا لنعمة الله عز وجل. ولذلك يسن للمسلمين أن يصوموا من كل أسبوع يوم الاثنين. لماذا؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. نشكر نعمة ميلاد رسول الله، ثم النعمة الأكبر والأتم نعمة بعثته، إنزال القرآن. ولذلك أيضا يصوم المسلمون شكرا لله عز وجل شهرا كاملا، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لماذا؟ ختمت الآية بقول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لا يشكر الله عز وجل بمجرد ثناء اللسان، وإنما يشكر بإقامة تقواه والعمل الصالح الذي يحبه الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فاشكر الله عز وجل بإقامة طاعته والإكثار من العمل الصالح، صياما كان أو صلاة أو ذكرا أو تلاوة أو برا أو صلة أو حسن خلق أو أداء أمانة أو صدق حديث. كل عمل يحبه الله عز وجل أقمته تقربا إليه فقد شكرت الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه السنة يوافق يوم عاشوراء يوم الاثنين، فيجتمع في صومه هذه الفضائل كلها: صوم المحرم وصوم عاشوراء ثم صيام يوم الاثنين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال على الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أركوا، يعني اتركوا، أركوا هذين حتى يصطلحا. فصيام يوم الاثنين والخميس سنة من كل أسبوع، فيجتمع في يوم الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل صيام يوم عاشوراء مع صيام يوم الاثنين. ثم من السنة المتأكدة أن يجمع المسلم في صيامه بين عاشوراء وتاسعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له: إن اليهود يعظمون هذا اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، يعني السنة القادمة، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يجمع صيام التاسع إلى صيام العاشر، فيكون قد أقام السنة وخالف اليهود في آن واحد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.